قدر الله عليك بهذا المرض. نسيتين بس الله وتسكتن تون يسموني. خير أو لا؟ أشت خير أبايو. خير. أشت خير. ليس الابتلاء. إذا الله سبحانه وتعالى لا يقدر على العباد إلا الخير. عندنا الله مكي سكتن بس متولى يوتم سهيل. ثم لماذا نقول هذا فلان أو هذا الحاكم أو هذا كذا؟ هذه ذنوبنا. لماذا لا تتهم نفسك يا أخي؟ سني جثمون يا هيدن فايل بوشتتار اكستمرال مكي هيدن فايل بيتستون. إذا لابد تراجع نفسك. دوت ستا ريشيكوي بيتنتون. لماذا اليوم نتهم فقط الحكام، نتهم المستشفيات، نتهم الأطباء، حتى نتهم الكفار؟ بس فارس ويا مي لاتم بوشتتار تيا اكوزوين ميك تيا بس مثال اكستمرال برسا. يعني لا يجوز انك تتهم بدون يعني حجة، بدون يعني دليل. نعم هكذا. نكت ليوت يا نكت ليوت سمع كوزو ديكان فتاريش نكت ليوت با باس فاكت. أنت تتهم نفسك الآن. تدوش تعكوزهش بيت انتنا. وهذه فرصة يا أخي أن ترجع إلى الله تتوب. كياش من المنسيب ماذا شتوري سكي مكتوتك الله ومكتندو. نعم.